ملتقانا اليوم أو جلستنا اليوم عن الوصايا العشر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. لا يخفى على أحد أن هذا القائد الفذ له من الأثر الكبير في دولة الإمارات في دبي خاصة وعلى دولة الإمارات عامة في تطور هذه الدولة. لذلك نحن على الأثر ونحن في أثر هذا القائد الفذ حتى نطبق أقواله وأفعاله على أنفسنا وعلى مجتمعنا حتى ننهض بدولة الإمارات إلى الأعلى بإذن الله رب العالمين.